لنا المشاكل ديالنا، راه حنا عيينا بطلع هبط، وتا واحد ما داها فينا، تا واحد ما كيتصنت علينا. ما خليت فين ما مشيت، كتبت الشكايات من القنصليه، كتبت الشكايات من السفاره، مشيت لوزاره المهاجرين، هضرت مع السيد ديال البني والتعمير، يعني الوزير ديال البني والتعمير، ما خليت ما فين ما مشيت، العامل الاول، العامل الثاني، هاد الشعار. انا كنطلب منكم باش تشوفوا الناس اللي عندهم الاراضي والناس اللي جاريين الديور، حنا كنجيو للمغرب لبلادنا كنرجعوا مقهورين، ماشي معقول هاد الشيء، حلوا لنا هاد المشكل، راه حيينا عيينا عيينا. عطينا شي حاجه اخرى. هم وزير العدل والديوان الملكي والبرلمانيين وجميع المسؤولين الكبار وحتى وزاره الجاليه، وزاره الجاليه راه ما كيديروا لنا حتى شي حاجه، لان انا شخصيا اتصلت بوزير عامر في 29/6/2011، اتصلت بالسيد انيس بيرو مرارا وتكرارا، اتصلت بالسيد مازوزي ثلاثه مرات، اتصلت بالسيد نبيل بن عبد الله، لا شيء مطلق. انا من هذا المنبر كنطلب ديك الميزانيه اللي كيعطوها لها الوزاره وما كيقوموناش بالمشاكل ديالنا، كنطلب منهم يخليوها للمساكن في المغرب، ويعدلوا بها القنطرات في المغرب، ويعدلوا بها المدارس والمستشفيات في المغرب. نفسانيا عندي ارض بقعه ضد الودادية، والمحكمة حكمت لي في الابتدائي وفي الاستئناف، ورغم كل هذاك لم أتوصل بحقي. يوم عندما أذهب إلى المغرب كثير من الأوقات أضيعها في المحاكم، فلهذا أرجو من سيدي وملكي العزيز أن يتدخل فورا وأن يعطيني حقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. عندي من الدار البيضاء، المشكل عندي في المحمدية ضد الودادية السكنية 6 نوفمبر. والسلام عليكم. أنا أناضل من أجل زوجي الذي هدموا له الدار ديالو في وجدة، والآن هو مريض ما كيقدرش يتحرك من كثرة العصب اللي هو تعصب على هذيك الدار، والمسؤولين اللي في وجدة كيأكدوا له على أن هذيك الدار ماشي ديالو، أملك مخزنية وهو شاريها وباني فيها، ولحد الساعة ما عندناش، ولادنا ما كيبغيوش يهودوا معنا المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا تنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس باش يتدخل في هذه المشاكل اللي عند الجاليه المغاربيه اللي مقيمين في الخارج مغاربه العالم، لان هذا الشيء والله ما هذا منكر. هاد الناس تيتعداو على هاد الناس وتعداو علينا، وهاد الناس راه داو الناس ديالهم، وتلقاو باقيين تيمارسوا علينا الحقبه في المغاربه جلاله الملك. حنا هزينا لك مذكره في هولندا، وتنتسناو منك الاستجابه، وتنشكروك جلالة الملك على الاهتمام اللي راك مهتم بينا، ولكن هاد الناس راه ما تيديروش بالكلمة ديالك جلالة الملك. هاد الناس تيديروا اللي قال لهم راسهم، وما تيعطيوش لهاد الناس حقهم، وكل واحد تيديو ليه. الناس اللي شايفين الضيوف ديالهم حتى واحد ما بغاو، حتى واحد ما تيفكوش معاه المشكل. وتنشكركم. مهاجرة في بلجيكا شحال من عام هادي، اليوم كنضرب على واحد البقعة الدولية، شوفوا راجل وبكى، عاد علم الله فين غادا تظهر المرا اللي لعبوا بيا شحال من عام هادي. الدولية البقيعة ديالي وخلوني كنتسطى، لا أنا لا ولادي في خير، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين ندخلوا. ديت راجلي ميت ما عرفت فين نحطو، ديت بنت ميتة ما عرفت فين نحطها. واليوم المحامي الأول ما عطاني حق، ما عمرنا تحكمنا. المحامي الثاني كذلك ومثال، ما عمرنا تحكمنا. حتى دابا درت محامية الثالثة، صيفطوني عندها زعما واحد الإنسان من هنا صيفطني عندها في الدار البيضاء، اسمها رقيه ولا رقيه ما نعرفش اش كد. السلام عليكم. انا عبد الرحيم من اغرود اكادير. انا جيت هنا باش نطلبوا من صاحب الجلاله باش يتدخلنا في المشكل تاعنا مع لاسميت. المشكل قائم، يعني هاد الاخر في 2009 خدوا جات شركه اللي هي اسستها وزاره السياحه، وجات باش دير نزع الملكيه بطريقه ديالها وتاخذنا الارض. اغرود هو موجود منذ القدم، قرون متعدده هو موجود، ساكنه ديالو موجوده. كذلك هو جا 30 كيلومتر بعيد على اكادير، يعني في الخلا، وكاين مقبره هناك تدل بان الناس كاينين من قرون وقرون، وكاين اثار كذلك.
احنا نطلبوا من صاحب الجلاله باش يتدخل، لان هاد الناس اجداد كانوا عايشين بالماء، الماء ديال الشتاء، الماء ديال الشتاء تيشربوا منه، والماء ديال البحر تيصيدوا منه باش يعيشوا. اغرود في ناس يعني دراويش، والناس تعيشوا عيشه يعني على الصيد التقليدي المعيشي، وكذلك على الارض يستغلونها في اركان كامازيغ كبرابره كامازيغ، هما تيمارسوا الحضاره ديالهم بجمع الاركان وبالراعي وكذلك بوجودهم في هذا المكان. كذلك جات هذا الاسميت في 1976، الاسميت هي شركه اسستها وزاره السياحه من اجل نزع الملكيه تاعنا، وباش كذلك انها جات بدون مراعاه اي شيء. عندنا ضهائر ملكيه من عهد المولاي اسماعيل، ورغم ذلك جات ودارت بغت تحذفنا، تحذف هاد القريه ديال الصيد من الخارطه، وانها تحيد تطمس هويه، تحيد هويه ووجود تاريخي تاع الناس تاع اغرود، وجود تاريخي. وكذلك تنتمنوا صاحب الجلاله بانه يتدخل ويحلنا هذا المشكل، لاننا راسلنا جميع الوزارات راسلنا، ولا حياه لمن تنادي، ما كاين حتى شي واحد اللي يجاوبنا، ما كاين حتى شي واحد يجاوبنا، يعني بحالنا احنا ما كاينينش، ما عندنا لا اعتبار لا اي شيء. ولذلك قررنا باش نديروا هذه الوقفات الاحتجاجيه، قد تكون اسبوعيه، سلسله من الاحتجاجات، حتى صاحب الجلاله يسمعنا ويعطينا حق ديالنا.